مفروشات النهضة. تعتبر مفروشات النهضة إحدى أقدم المؤسسات داخل الإمارات وبالأخص إمارة الفجيرة، حيث تأسست منذ أكثر من 40 عاماً وبدأت كمعرض صغير إلى أن تحولت إلى إحدى أكبر المعارض بإمارة الفجيرة على يد مؤسسها السيد سعيد عبيد النعيمي، وأصبحت اليوم تصنع كافة تصاميمها بمصانعها. وكون أن مفروشات النهضة مصنعة فأصبحت توفر أحدث التصاميم والموديلات العصرية الحديثة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، فهي دائما تتميز بجودة خاماتها وتصاميمها المتعددة التي تتناسب مع كافة الأذواق المختلفة، فهي دائما تصاميم مبتكرة وغير تقليدية. وبفضل سمعتها الطيبة وجودة منتجاتها ودعم مؤسسها، أصبحت من المؤسسات الرائدة الموردة للعديد من الجهات الحكومية، فيسعى فريق عملها المتميز إلى التطور لترقى إلى توقعات عملائها الكرام.